سامعاني يا رب. هي سامعاكي وبتبادلك السلام وبتبعت لنا الرسائل اهو على الصفحة حالا. بشكرك جدا، شكرا وصل سلامك للأستاذة عايدة ووصل لأستاذ محمد بهواشي وأستاذ محمد نور. طبعا تحياتي الجامدة ليهم جدا جدا طبعا. انتي نورتينا واسعدتينا يا ولاء، واستمري بقى في الاتصال بينا ما تختفيش كده. طبعا ابدا يا دكتور ما اقدرش. حبيبتي بشكرك جدا، شكرا. على التليفون التاني أستاذ صبري. أستاذ صبري، أستاذ صبري الوادي صباح الجديد. الفل، صباح الفل، صباح الفل، صباح الفل، الفل الفل والورد والياسمين والجمال كله. وأنا أخش على طول. على طول. كلام على الجد غالي ومفيد عن فيروس صعب قاتل يا ناس وعني. ممنوع السلام بالإيد، السلام من بعيد لبعيد. الزم البيت يا ولدي عشان يطلع عليك العيد. يا رب تحفظ بلدنا، تنجي بناتنا وولادنا. قادر يا رب تنجينا بر الامان وتعدينا. يا رب تحفظ بلدنا، يا رب تحفظ بلدنا. هنده بصوتي وبناتي لكل حبايبي في بلادي. لو الخطر جاي علينا ما تستهترش تقول عادي. كل الدكاترة نصحونا مرض خطير اسمه كورونا. صداع وعطس وبرد شديد، في الصحة تكشفها تستفيد. هيطمنك وهتبقى سعيد، خايفين عليك يا ابن بلدنا. يا رب تحفظ بلدنا، تنجي بناتنا وولادنا. بلاش زحمة وطرقونا ولا تاخدوا ولا تدونا. ده المرض ملهوش علاج، ده قاتل اسمه كورونا. اقفل على بيتك بابك وحافظ على كل احبابك، وفهم كل اولادك يتداروا من الكورونا. اسمع يا اعز الاحباب، لازم تاخد بالاسباب. رش البيت لحد الباب، وقايا من الكورونا. صباح الفل. ايه الجمال ده والله، صباح الفل، ايه الشغل الجميل ده. بشكرك جدا. بقول لك يا استاذ صبري، انت بتسمع الناس اللي حواليك الحاجات الجميله دي ولا بتسمعها لنا احنا بس؟ ده انا بعملها على الموسيقى ومتذاعه في الوادي الجديد وهنا برضو في مصر هنا. جميله جدا والله. شوف التوعيه بقى لما تيجي مننا فينا كده بتبقى قد ايه مؤثره وجميله. بشكرك 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 استاذ صبري، شكرا.